وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسر زمزم، مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة الشرقة للاستثمار وتطوير شروق. مرحبا بك أستاذ ياسر، بداية لو تحدثنا بشكل موسع عن التعديلات الجديدة وما يتضمنه مشروع واحد البداير. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. بداية نشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على المشاريع اللي تنفذها هيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق. بخصوص مشروع مخيم البداير، أعلننا اليوم عن إضافات في المشروع ضمنت تعديلات بإضافة مبنيين، أحدهما يوفر 10 غرف للمبيت تلائم المجموعات والأفراد، وتقدم تقدم تحت خدمة فندقية متكاملة، في حين يوفر المبنى الآخر نادي رياضي يضم أحدث الأجهزة الرياضية ومعدات اللياقة البدنية مع المرفقين، هذه اللي مساحتهم تقريبا 1000 متر مربع. مثل ما ذكرت، ارتفعت الاستثمار في هذا المشروع إلى 60 مليون درهم. وطبعا مشروع واحد البداية تطلع إلى أنه يكون نقطة جذب رئيسية لمحبي النشاطات الصحراوية في الدولة والمنطقة. يضمن المشروع اللي على مساحته تقريبا 25,000 متر مربع العديد من المرافق الترفيهية وخدمات اللي تلبي مختلف احتياجات الزوار، منها مخيم صحراوي ومنها نزل اللي تكلمت عنه سابقا، مجموعة من المطاعم والمقاهي، وفيه مسرح مفتوح لاستضافة الفعاليات خصوصا في فصل الشتاء لما يكون الجو لطيف، فيه مسجد ومحال تجارية صغيرة بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات. والمشروع طبعا فيه مساحات خارجية مفتوحة وصالات بالأسلوب المجالس التراثية. نعم أستاذ ياسر، ما هي مشاريعكم الجديدة والتي لا زالت تحت قيد التنفيذ؟ طبعا المشاريع كثيرة، منها إذا أتكلم عن مشروع مليح للسياحة البيئية والأثرية اللي راح نضيف للمرافق، منها نزل صخرة الحور اللي أعلننا عنها من فترة من ضمن مجموعة الشارقة اللي أعلننا عنها، بالإضافة إلى أيضا عندك مشروع كلباء للسياحة البيئية، ميادين العلم في مدن مختلفة مثل مدينة الذيد ومدينة كلباء ومدينة خورفكان وأيضا مدينة دبا الحصن، تضاف لها مرافق. أيضا عندك جزيرة العلم أضفنا لها الفترة الأخيرة افتتاح مطعم جونز ذا جروسر، واجهة المجاز المائية نحن أعلنا عن المرحلة الثانية واللي راح تفتتح قريبا إن شاء الله، بإضافة مرافق جديدة ومطاعم أيضا من مختلف المطابخ العالمية، منها المطاعم لأول مرة تدخل في إمارة الشارقة. نعم السيد ياسر زمزم، مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.